هذا البلد اللي تربينا بيه نحن، بلد نعتز بيه، فخر إلنا. حرامات، بلد مدمر ما ظل بيه شيء، بالأخص الجانب الأيمن منكوب. الدواعش قالوا لهم، اطلعوا من البيت، احنا عوائلنا اولى من عوائلكم. زين، يطلعون من بيت على بيت، من بيت على بيت. زين، قمنا نجيب نشرب ماي شاط، رحت عليهم عيصفون ماي شاط. هذا اول اثنين اللي راحوا. زين، اختهم تمرضت، بس جو الدواعش جابوا كيس بيه سحاب، خلوها بالسحاب، كيس سدوا عليها سحاب، ذبوها بالشط. أطفالي إذا رجعوا هنا يشوفون هذا المنظر يقولون مستحيل إلنا رجعة، مستحيل. يشوفون هالأنقاض، وين المدارس؟ وين الخدمات؟ وين المي؟ وين الكهرباء؟